النهارده كان في حريق بقى له الحقيقه من امبارح قرب 24 ساعه في احد العمارات بحي الهرم، من 3 بعد الظهر امبارح الحريق مستمر فوق ال 24 ساعه، والمشهد كان يعني حتى الان الموضوع مكمل. الحمايه المدنيه والمطافي كان عندها مشكله في الدخول في المنطقه في العماره دي، لانه الحريقه في محل للأحذية، والمحل الأحذية ده واضح إن كان فيه مشاكل وفيه خرسانات كتيرة جدا، والبرج يعني في مواد سريعة الاشتعال، في تينر عمل تفجيرات. النتيجة إنه غير الحريق والعمارات اللي جنبه طبعا اللي حصل لها تصدعات ومشاكل، أيضا كان في الإيقاف يعني الدنيا، الناس اللي على الدائري كان الوضع الحالة المرورية صعبة جدا، شلل مروري، تم إيقاف المرور في الجزء ده من الدائري، لأن هو ده كان المشهد، يعني الدخان كان شديد جدا والكثافته كانت شديدة. معلوماتنا بتقول إنه عمليات الإطفاء مستمرة في هذه العمارة، وإنه في 36 عربية مطافي موجودة هناك في هذا المكان. هنحاول نتأكد برضو مرة أخرى من زمايلنا الصحفيين في هذا المكان وفي عند العمارة دي اللي تسببت في شلل مروري في عند منطقة الدائري. يعني هي مشكلة المخالفات مش بس انه الناس تدفع المخالفة، ولكن ان احنا نشوف الحاجات اللي فيها امن صناعي ما فيهاش امن صناعي. طيب زميلنا محمد عبد الهادي، احمد عبد الهادي زميلنا الصحفي في اليوم السابع. يا احمد مساء الخير، انت رحت هناك عند العمارة شايف الوضع ايه؟ اهلا بحضرتك يا استاذه لميس، انا موجود حضرتك في الحريق من امبارح بالليل. الحريق بدأ تقريبا في حوالي الساعة 7 امبارح بالليل. الحريق كان الأول الحماية المدنية بعتت 6 عربيات بالظبط لمحاولة السيطرة لحد آخر الليل، لحد الساعة 12 بالليل كنا وصلنا لحد 12 عربية كانت متواجدة في المكان في محاولة السيطرة، وبالفعل تمت السيطرة بشكل مبدئي. لكن الأزمة اللي اكتشفوها فيما بعد إن في بدروم تحت العمارة ملوش أي مدخل من الخارج علشان يعرفوا يتوصلوا إليه. حتى البدروم ده ملهوش مداخل بحيث انها تنفس الدخان اللي موجود من تحت ده. طبعا بدات الحمايه تكثف من توجه العربيات. احنا دلوقتي حالا انا بكلم بحضرتك، ودلوقتي حالا موجود اكثر من 36 عربيه اطفاء. ما هو ده اللي بقوله، لان محامي امدادات من محافظات كمان، محامي المالك بيقول لك ما فيش عربيات، قلت له احنا عارفين ان في 36 عربيه مطافي موجوده هناك. انا يا فندم بقول لحضرتك انا دلوقتي قدامي 36 عربيه اطفاء وثمان عربيات امن مركزي متواجده بيخلوا المنطقه من الاهالي اللي متواجده في المكان علشان تحسبا لانهيار العقار، لان العقار في تاكيدات ان العقار هينهار، لان العقار ده مكون من 13 دور وتاثير الحريق في البدروم اللي هو اساس العماره من تحت يا فندم. طب هي الحريقه رجعت ولعت تاني يعني بعد ما سيطروا على الحريق مبدئيا، رجعت ولعت تاني يا احمد؟ بعد سيطره الحريق امبارح الساعه 12 بالليل الحمايه المدنيه سابت ثلاث عربيات للتبريد تحسبا لاي ساعه مفاجئه. تمام. جت مع الساعه 5 الفجر بالظبط بدات النار تتكاثف تاني وتطلع النار من تحت العماره بشكل كبير، لدرجه ان محافظ الجيزه جه الساعه حوالي 2 الظهر امر باخلاء العقارين اللي هم ملازقين في العقار ده نفسه، وطلب ان هم يخلوهم تماما من السكان. امال الراجل بيقول لي ان العقار ما حواليهوش ولا عقار تاني. في عقارين حواليه فهم اخلوهم تماما من السكان. طيب وفي احتمالات انه هذا العقار ينهار نتيجه استمرار الحريق ونتيجه ان البدروم اللي تحت مش عارفين يوصلوا له. يا فندم العقار من المتوقع ان هو ينهار بشكل مفاجئ بسبب ان المواد اللي سريعه الاشتعال اللي موجوده في الجلود، لان حضرتك الجلود بيستخدموا فيها مواد كتير سريعه الاشتعال زي الكله، ويعني الحاجات دي صعب السيطره عليها، حتى مواد الدهان الجلد نفسه دي مواد سريعه الاشتعال صعب السيطره عليها بشكل كبير جدا. والمخازن يعني دي لا فيها ادوات امدادات من المحافظات الاخرى بعربيات ثانيه، والمخازن دي لا فيها ادوات اطفاء ولا فيها امن صناعي ولا فيها حاجه. مفيش اي وسائل صناعيه موجوده بالداخل من جوه، حتى صفايه الحريق مش موجوده عندهم. طب يا ماما صفايه الحريق مش موجوده عندهم، مش مجهزين.
هي الناس دي يعني بصراحه كوارث، والمحامي يقول لك لا ده في كل حاجه واحنا عندنا كل حاجه ومخالفين، دفعنا الفلوس المخالفه، مخالفين زي مصر كلها ما مخالفه، وفي النهايه تبقى في كارثه. العقار ده يا فندم هو مبني من قبل قانون التصالح، مستحيل يتبني عقار بالشكل ده بعد قانون التصالح. بشكرك، خلي بالك من نفسك ومن زمايلك يا احمد، زميلنا احمد عبد الهادي من اليوم السابع اللي في توقعات ان هذا العقار قد ينهار لا قدر الله نتيجه استمرار الحريق، وانه في 36 عربيه مطافي موجوده دلوقتي في هذا المكان، فاللي موجودين في هذا المكان يخلوا بالهم جدا لانه ده مكان خطر جدا، ولازم نشوف بقى مين المتسبب في هذه الكارثه. ما هو ممكن يكون ماس كهربائي، لكن لا في حمايه، لا في امن صناعي، ولا في طفايات حريق، ولا في حاجه، فبالتالي ومخزن، وبالتالي تكون هذه النتيجه، وربنا يستر والعقار ما ينهارش. طيب انا معايا سياده اللواء علاء عبد الظاهر مدير اداره الحمايه المدنيه السابق. مساء الخير يا سياده اللواء. سياده اللواء طب الخط قطع، هنحاول نجيبه تاني. اذن ما زلنا في قصه الحريق، حريق شارع العماره اللي في شارع الهرم، وبتبص على الدائري، علشان كده كل الناس اللي معديه على الدائري في هذه المنطقه يعرفوا ان الدائري واقف تماما، لان في منع مرور من هذه المنطقة، والمرور محول المنطقة دي علشان الدخان الكبير. طيب معايا تاني سيادة اللواء علاء عبد الظاهر مدير إدارة الحماية المدنية سابقا. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير يا فندم. يعني حريق من بهذا الشكل، 36 عربية مطافي واقفة، مش قادرين ان هم يطفوه، ومش عارفين يوصلوا للبدروم، يعني المشكلة هنا تبقى فين سيادة اللواء؟ المشكله في ان المكان اصلا مش مفروض ان هو ما يتعملش فيه مصنع، ما يتعملش فيه تشوينات تحت برج سكني، ما خدش تراخيص حضرتك ان هو يبقى موجود في المكان دوت، ولا العماره نفسها ليها تراخيص. تاني حاجه ما فيش ان هو فيش شرطات حمايه مدنيه، وما كانش فيه سرعه بلاغ لان المكان كان مغلق كما علمنا يعني وكما حصل. واشتعل الحريق حوالي 3 ساعات قبل وصول القوات، ولما تم التعامل مع القوات ابتدوا يتعاملوا وابتدوا يطفوا ويسيطروا. اتعملت لجنه بتوصيه من السيد المحافظ من كليه الهندسه للوقوف على السلامه الانشائيه للمكان، وطبعا اشاروا ووصوا بعدم دخول والاقتحام للقوات لداخل العماره للخوف على الارواح من القوات والناس. طبعا ليه يا سياده اللواء؟ لانه الحريق كان جامد، ولا لانه الدخول يعني المكان صعب دخوله، بدروم ملوش منفذ؟ لو تشرح لنا كده. هو كلام حضرتك مظبوط، هو البدروم كما هو واضح كده ان هو ملوش مدخل خالص. 3 ادوار الدخول من الدور الارضي لاعلى ولاسفل في البدروم، خرسانات شديده، عدم وجود منافذ للخروج، مفيش التزام بالاليات واساليب الوقايه، عدم وجود اشتراطات تشغيل، تشوينات مخالفه لقواعد التخزين واختلاف انواع المواد اللي موجوده في المكان، هي اللي تسببت طبعا في صعوبه العمليه الاطفائيه في اول لحظه وصول القوات، رغم عدد العربيات ورغم ده 36 عربيه، يعني هيعملوا ايه اكتر من كده؟ ده الخزانات والسلالم الاوتوماتيكية كمان، السلالم الهيدروليكية، وكل القوات موجودة، وكل المسؤولين يعني لو في أي توصية بوجود أي تشغيلة للإطفاء والاشتراطات الحريق كان كل الناس موجودين، يعني المحافظ موجود، مدير الأمن، طبعا لكن الشرطة المتخصصة، مدير الحماية المدنية، كلهم موجودين. لكن سياده اللواء هنا بقى الوضع، الحل بيبقى ايه؟ نجيب مثلا طياره ولا ايه؟ ما انا بقى عمال افكر. لا طب الحل لا ايه؟ لا احنا هم عملوا الاجراءات السليمه ان هم نزلوا السكان. ايوه هم عملوا الاجراءات السليمه، نزلوا السكان من العماره اللي هم ال 15 شقه اللي كانوا ساكنين من 108 شقه، وفضوا المحيطات وامنوا المحيطات الموجود المكان، ومحاوطين المكان، وبيحاولوا يقللوا الحمل الحراري حوالين العماره، وبعدم مع عدم
مع اللي هي التوصية، مع عدم الدخول للمكان جوه طبعا عشان حماية قواتنا وحماية ولادنا. تمام كده. سيادة اللواء، هل ممكن فعلا ينهار هذا العقار؟ والله هو طبعا من الحمر الحراري اللي موجود والإضفاء بتاعه، وهو طبعا هو مش مرخص، مش معروف البنى بتاعه سليم ولا لا، الكلام الانشائي بتاعه سليم ولا لا، ممكن ينهار لو حصل ان اتعرض لكميات ميه جديده زياده عن اللي اتعملت او اي حاجه تاني. فاحنا كده مستمرين في نفس مستمرين في التبريد حوالين المكان. أيوة. والمحافظه عليه. ونفس التكنيك، يعني احنا دلوقتي ايه، اطفاء هنا بيبقى بميه ولا بيبقى بمواد اخرى؟ الرغوي والميه وكله هو يعتبر دلوقتي بيشتغل من الخارج بعمليه تبريد، وهم القوات كلها محوطه المكان واقفه في المكان لوجود اي بؤره نار بتخرج عشان ما تاثرش على المحيطات، لكن المكان نفسه هو كله مهدد كتوصيات اللجنه الهندسيه اللي اتعملت. ده نتيجة انه حد يعمل مخزن في بدروم. المخزن يا جماعة الناس متخيلة ان هو واحد عنده عمارة، مخزن بس، ده مخزن ومصنع. لانه طبعا المحامي بيقول لي لا ده ما فيش مصنع يا استاذة، ده مخزن وحاطين فيه كوتشي. لا، ماكينات حضرتك وتصنيع ومواد معجلة للحريق، ماكينات وخامات ومواد معجلة للحريق موجودة. المصانع لها مواصفات، المخازن لها مواصفات، مش اي واحد عنده عماره يقول لك عمارتي اعمل فيها اللي انا عايزه، انا مالك هذه العماره واعمل فيها اللي انا عايزه. يعني اللي احنا شايفينه ده المخزن له مواصفات، المخزن له مواصفات، المصنع له مواصفات، لان ممكن اي حريق صغير يؤدي الى انهيار عماره باكملها. القصه مش ان انت تروح تتصالح بنص مليون ولا ربع مليون زي ما صاحب العقار راح اتصالح. القصه انه لازم يعني مواصفات الحمايه المدنيه ومواصفات الامن الصناعي. ما فيش مصانع جوه عمارات، المخازن لها مواصفات. انا بشكرك سياده ولا المخازن حضرتك، ولا المخازن برضه، ولا المخازن معاك حق، ولا المخازن برضه، لان حتى انواع التخزين داخل المكان لازم تكون فيها تناسق، انواع الماء ممكن تاثر على بعضها وتتسبب في الحريق لوحدها، بيبقى في تفاعل بين المواد احنا ما نفهموش. انا بشكرك سياده اللواء علاء عبد الظاهر، مدير اداره الحمايه المدنيه سابقا. واذا رجاله الاطفاء المدني 36 عربيه اطفاء موجوده هناك في الهرم في هذا الموقع. اي حد معدي على الدائري يبقى عارف ان في مشكله مروريه، فنحاول نتفادى الدائري لانه في ازمه مروريه هناك نتيجه هذا الحريق. ما حدش يقترب من هذه من المنطقه دي لانه خطر جدا، و هناك احتمالات لانهيار هذا العقار، ويا رب السلامة للجميع. نخرج فاصل.